سوكا شكلك مركز. كابتن كريم اه طبعا. التركيز كان عالي النهارده. طبعا. طبعا بدأنا الموسم البداية الصح. اه. عرفنا بقى ايه التخصص الخاصة اللي هي البداية اللي الناس مش فاهماها، فهمهم ايه البداية. قرطاس كابتن جودو طبعا. على فكرة ده أهم حاجة في الموسم، وإحنا لو ما عملناش كده الوضع بيبقى صعب صعب صعب، فلازم إحنا بنستفتحوا الموسم بجودو إن شاء الله. لو ما استفتحناش بجودو ما نكسبوش ماتش طول الموسم. ايه رايك في ماتش النهارده؟ والله الماتشات كلها صعبه وربنا يكرمنا ان شاء الله، ماتش مهم جدا طبعا. اهم حاجه ان احنا عملنا اللي علينا وقرطاس موجود، عشان ده اهم حاجه برضه في الموضوع ده، الاعداد النفسي والبدني بتاعنا. وبسبب الحرب موجود، بسبب قرطاس كابتن جودو ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله بيبقى فتحة خير علينا دايما ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن كريم. طبعا دلوقتي احنا رايحين على عنبر العقلاء، الثلاثة اللي هم يعني أكثر ناس عقلة في الفرقة، زينة شباب الفرقة، وهنروح طبعا على أكبر مكنة خفيفة فيهم. معلش بعد التغاب من كابتن زغلول، هنروح المكنة الخفيفة كابتن مدحت. حبيبي عامل إيه؟ صباح الخير. صباح الفل. كل سنة وأنت طيب. أنت مستحسن. بداية الموسم السنة دي إن شاء الله بفتح خير كده علينا، وعايزين نسمع منك كلمتين. ربنا إن شاء الله يوفقنا ونكسب الثلاث ماتشات إن شاء الله. إيه رأيك في كابتن عصام؟ أحسن كابتن في مصر. كابتن اسامه هو الاصل. حته مروه زي الفل. هنعمل ايه؟ عايزين نلعب. عايزين نلعب. استعديته كويس؟ اه ربنا يكرمك. كابتن عصام يعني ظبطه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك. حارس المرمى نص الفريق واحنا عايزين. لا 70% يا كابتن. كابتن عصام قال 70%؟ هو قال 50%. 90 يعني. هنروح لكابتن زغلول النجم الكبير. كل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن، بداية الموسم السنة دي ولسه أول السنة، عايزين نعرف إيه انطباعك واستعدادك للسيزون؟ والله ربنا يكرم إن شاء الله تبقى بداية موفقة. وعايز بس أعلق على كلمة كابتن منحت، يعني خلي عنده مبدأ إن كده مش هيلعب، فكان قال الحقيقة وخلاص. يعني هو كده كده موضوع اللعب ده محصور، يعني كان قال بقى اللي جواه. ما قلتش بقى كابتن عصام مش كابتن عصام. هو برضه انت عارف المرهمه مطلوبه برضه في بعض الاحيان، يعني لازم يبقى مرهم لكابتن وليد، بس يعني عشان كابتن عصام برضه يعني ايه كده يعني مع بعضينا. يا كابتن، يا كابتن انا بقول لك اللي فيها، واول ما اتدبس اقول هو اللي قاله. يا بقول له يعني كابتن محمد مين؟ عصام طيب. طيب يا كابتن كريم، بدايه موسم السنه دي وسنه جديده، وربنا يجعلها فتح خير ان شاء الله علينا. ان شاء الله. ايه استعدادك؟ ان ربنا يسهل النهارده كده، نبدا النهارده الموسم كده بثلاثه بونش، يفتحوا معانا السكه كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. توفيق. زي ما احنا شايفين اللعيبه مجتهده وبتذاكر، ربنا يوفقك. الله يخليك يا كابتن كريم. كابتن مؤمن وكابتن شيكا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا. هو بيذاكر بس خلي بالك ما غرقش دماغه ضايعه بقى. خليك مذاكر. خش بس مذاكر. خش على كابتن مؤمن. كابتن مؤمن في بدايه السنه وكل سنه وانت طيب. حاجه كويسه كابتن كريم. كابتن مؤمن طبعا لسه سنه اولى فيرست، اول سنه فريق كبير، قول لنا بقى ايه انطباعك وحاسس بايه؟ لا والله يعني مبسوط مع الفرقه وكده، وفي جو حلو يعني، وان شاء الله نكسب النط، نكسب الاول او نصعد دور ممتاز ان شاء الله. بداية موسم وماتشات كلها صعبة وقريبة من بعض، عايزين نسمع رأيك في الماتشات. رأيك ايه؟ رأيك في الماتشات بتاعت السنة؟ لا ان شاء الله نكسب، يعني ماتشات صعبة طبعا، بس يعني احنا برضو مستعدين وان شاء الله نكسب ونصعد. ممتاز. ايه اخبار الامتحان؟ شغال الحمد لله. ربنا ما يخليك. كابتن شيكا نجم. حبيبي ده. ربنا يخليك. كويس قوي. طيب وانت طيب؟ بداية الموسم تحب تقول لنا ايه؟ والله يعني بداية مهمة، مهمة أوي ماتش النهاردة، أول مجمعة هتحطها يعني هتحط الصورة، هتبقى الناس صورة كاملة يعني، والجو حلو. أنا شايف الموضوع يعني المنظر عاجبك؟ اه ده منظر جميل الصراحة، بيفتح نفس المذاكرة. اه طبعا. حسام طيب. وأنت طيب؟ تمام. ايه ده؟ اه تعالى.